السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما بنيجي نعمل الهاتش دوت، فاحنا قدامنا اختيارين. ايه الفرق بينهم؟ لما تيجي تعمل هنا في الماتيريال، ممكن ان انت وانت بتختار الباترن، لا اما درافتنج لا اما موديل. الدرافتنج هيتغير السايز بتاعك والمقاس بتاعك بمجرد ان انت تغير السكيل، انما الموديل هيفضل زي ما هو. يعني مثلا في المثال دوت، انا مستخدم للفلور ديت انا مستخدمتها درافتنج، بينما الفلور التانية اللي تحت المطبخ دي انا مستخدمها موديل. فشوف ايه اللي يحصل. اغير مثلا لواحد لعشرين، لاحظ ان كل الكتابات مقاسها اتغير، ده برضو مقاسه اتغير، ده فضل ثابت. طيب لو خليتها واحد لعشرة برضو هيفضل ثابت، ده هيتغير. طيب لو خليتها واحد لمية هتلاقي ظهر معايا. طب واحد لمتين هتلاقي المقاس هنا اتغير، لان هو مجرد شكل، انما هنا ده حقيقة. الدايمنشن طبعا كبر جامد، تمام، بس المقاس ده ما اتغيرش، ده ضرب جامد جدا.